كشتة 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 ثواني من بعد الغيبة رجعنا وجبنا كل الفرحة معنا أجمل كشتات وسوالف ونمر بأحلى مواقف كشتة 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 ثون كشتة ثون أجمل حكاية نبتديها من البداية كشتة ثون ونبدع بلا نهاية بنحقق كل غاية كشتة ثون أجمل حكاية نبتديها من البداية كشتة ثون ونبدع بلا نهاية بنحقق كل غاية بالعمل والمهارة بالأثر والإثارة كشتة ثون بجدارة دايما بالصدارة كشتة ثون تحييكم بالعمل والمهارة بالأثر والإثارة كشتة ثون بجدارة دايما بالصدارة كشتة ثون تحييكم كشتة ثون تحييكم كشتة ثون حياكم الله يا شباب. الله يحييك. كيف حالكم طيبين؟ هذا يقول لي تو ادعي، يقول لي ما ادري من ادعي. اي ما شاء الله لابس ازرق يا شيخ، يعني ادعي للهلال. الهلال ان شاء الله. ليش اليوم مباراه يعني الهلال؟ مع من؟ وحداوي. اللهم يا الله الف بينهم، قول امين. امين. واجمع بينهم واجمع بخير، قول امين. امين. واحفظهم من التكسير، قول امين. امين. ونلقي شباكهم من الاهداف. يا سلام. عن سير مباراه ايش؟ عادي تعادلي وديه انا اقول ادعي الهلال كيف ادعي الهلال وانا لابس ازرق واصفر ما تجدي هل انت تفهم وهي طايره واضحه الله يزين والله ترى عاد بعض الناس يقول يا اخوي انا اموت في الهلال صح واحد يقول انا اموت في النصر صح الوحده وواحد يقول انا اموت في الوحده ايش الموت ده الله يجزاك خير يقول دمي ازرق يعني كونك كمشجع لا تصدر الموت صح لو مو صح لان اذا مات الانسان عندما صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقتل حميه صح قال هو في النار صح؟ صح يقتل جاهل يعني فانت مت لله لكن شجع هذا شيء يخصك ما قلنا لك تشجع انت معي؟ ايش تقول تو انت؟ اقول ما شاء الله كانك عريس اليوم ما شاء الله طيب قول ما شاء الله انفتح ما شاء الله ما شاء الله الله ينقل ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم تستاهل يا شيخ تستاهل لا والله هذه اولا هذه بركه الرجال جزاه الله خير وترى عشان يعني يبغاني اشير الى حقته ما شاء الله يعني حلوه حقيقة اعطاني اياها وقلبسني اياها وان الله جميل وجزاك الله خير والله اكرمتني بها العباءه وجزاك حتى هداني اياها قلت والله عندي واحده تكفى اسمح لي وبعدين ما اقدر اروح امشي فيها لان لو شافوني قال يا ناصر يا ناصر تعرف والهديه دليل على ايش؟ دليل المحبه في الترمذي تهادى ويش؟ تحابه ولذلك الهديه عنوان المحبه يا سلام هديت لك يا حبيبي هديه الله وانتظر يا حبيبي مرسولك فاذا بغيت احد يحبك زود له الهدايا الله هي انا جربت والله اخوان قول ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وخصوصا اذا صار بينك وبين واحد تاتش هيطني يا شيخ عرفت معنى تاتش؟ ها؟ هيطني لا اقول لك صحيح اذا صار عنده واحد تاتش تعرف ايش يعني تاتش؟ يعني الصقع يعني احتكاك وصار بينك وقفه خاطر عطى هديه شف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يهدي لما يهدي اهدى صفوان بن اميه هو كافر مشرك اهداه وادي من الغنم الله مر من الطائف راح على مكه ولهك الوادي مليون فسيح غنم قال ما اجمل هذا الوادي يا محمد قال اعجبك صفوان بن اميه قال هو لك الله وش سوى صفوان ما رايت عطان ايوه راح القوم يمدح الرسول بعض الناس صار قرد قرد مزنكه والله ما يهديك ولا عود مسواك وتذكرتوني مسواك اخو يوسف قول الله يوفقه في السيارة الحين بعد أصل الحلقة أجيبه لأوزع لكم والله أعطاني إياه من مكة قال أوزع على الشباب إي والله زوجة أعطاني زمزم قال أعطيك قلت لا أعطني قارورة وأشرب واحد كاس اسقني واشرب أي والله أي فالشاهد أن 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 الهدية لها عنوان في الشرع ولذلك من السياسة أن تهدي من السياسة إيش؟ وش الدليل؟ تهاد وتحاب لا في القرآن إيش يا شيخ؟ في القرآن سليمان مرسلة إليهم بهدية أربع صوتك وإني مرسلة إليهم بهدية من هذي؟ سبا ملكة سبا بلقيس ملكة اليمن يوم جاء الخطاب وإنه ألقي إليه كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعوا علي وأتوني قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه خطاب إيش رأيكم أعطوني رأيكم فانظروا ما قال هو نحن أولي قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك فانظري إيش ماذا؟ ما تأمرين قالت إني مرسلة إليهم ليش؟ هدية تبين العنوان لذلك احرص دائم يا أخي يعني أنا الحمد لله حتى الصغار ما أتركهم صغار إذا جيتهم
ويعني قبل امس عند بنت اختي الصغيره ما شاء الله، وجيت صغيره جوجو يمكن عمرها 3 سنين، اول ما دخلت لقيتها طوالي اعطيتها الحق فرحت، عمرها 3 سنين. هذه هديه الان كم تكلف؟ ولا شيء. هذه كيسه فيها 12 حبه بريال، لكن لها معنى ولا ما لها معنى؟ نعم. هديه بسيطه. فانت رحت عيال اختك، بنات اختك، عيال الحاره، انا في مسجد يقولوا ما شاء الله عليك، ما شاء الله كل ما شاء الله لي، ما شاء الله 33 سنه امام، ما شاء الله كل ما شاء الله. الان في عندي مدرسين مربين اجيال، كانت عمرهم على 6 7 سنين في المسجد يصلوا معي، كنت زي كذا اجيب لهم هدايا، قرقشات، لعبات، عصير. المهم الان كبروا صاروا مدرسين، يسلمون علي، يسلم علي، حب راسي، صاروا كذا يحبون راسي مثل الرجال، يقول ما ننسى فضلك يا شيخ، احنا صغار عمالنا على 8 و9 تعطينا هدايا. طيب اعطني عشان احب راسك بعدين. لا هذه البنتك عندك بنت صغيره؟ اي والله. اي خلاص عطى اياها. لها معنى ولا ما لها معنى يا شيخ؟ نعم معنى. صحيح ترى، شوف حركه بسيطه. الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري عبد الرحمن بن ربيعه، تدرون كم كان عمره؟ تصور عمره 5 سنين. صغير ولا مو صغير؟ صغير. لكن هو الحديث هو الوحيد الذي روى لنا حديث المجه، تعرفون المجه؟ اي المجة تعرفونها؟ مجة المجة في وجهي. ايوه ارفع صوتك. مضمض النبي صلى الله عليه وسلم ومجة في وجهي. ايوه حط مويه في فمه ومع فتحة السنون ذي حط بخ المويه على ولده الصغير اللي عمره 5 سنين. بخت ايش؟ محبة ومداعبة. نعم. مثل احنا شيبان مكة واحنا صغار كذا، شيبان شعب عامر. إذا توضوا طلعوا لنا نلعب برا يبخبخون في وجهنا. والله بعد ما غسلون على وجهنا. أو على قولك. إيه صحيح. فابن الربيعة وهو ابن عاشر 5 سنوات. شو اسمه شيخ؟ عبد الرحمن بن ربيع. يقول وعيت مجة مجانيها وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. الله أكبر. هي ترى سبحان الله يا إخوان، ترى الإنسان في حركاته وسكناته وكلامه وفي حتى في نظراته يعبر. ولذلك تجد مثلا الحب أول ما يبدأ بإيش؟ نظرة. ها ايش بكم شوفت اخبطت نظره يا شيخ بنظره صح ولا قصه يا شيخ هي بنظره النظره ترى وذاك صار من الشريعه انك اذا خطبت بنتي مثلا ولا اختي وش اقول لك بشوف البنت النظره الشرعيه يسمونها نظره ايش شرعيه ليش النظره الشرعيه ليش من يعرف قال صلى الله عليه وسلم صلى على الرسول يا شباب اللهم صل يا جابر هل نظرت اليها خطب واحده من الانصار من ايش من الانصار قال هل نظرت اليها قال لا يا رسول الله قال اذهب وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء تعرفون ايش معناها تعرفون ايش معناها كلام ايش معناها نكمل إن شاء الله نكمل يسمونه كونكريت بالإنجليزي كومبليت أقصد كونكريت يعني صبة جزاكم الله خير جزاكم الله خير دائما بالصدارة كشتثون تحييكم كشتثون تحييكم كشتثون نبي ناكل نبي نتعيش تاكل ايه وجد قاعد اخلص وش تبي بسرعة خل هذا خله لبس الامهات ذا خله من ماخذه هو حقك احمد ربك اني لابسه بس خلنا نطبخ سريع وش اقطع لك هالمرة بس شيء ثاني قبل ما تبدا بتوكلني ولا اقوم ادور لي اي شيء بسرعه يلا السيف جاليري اي اديسون بالتخصيص ايوه يقولون اي افضل مساعد له اللي يبغاه منهم افضل مساعد نعم يعني اختار شيء من الاشياء هذه نعم حلو طيب ممتاز ايش تبغى انت من هذه وش ودك انت ايش ودك او انت مالك دخل وري ولا بعدين بعدين قطع لي فلفل اخضر صغار بسرعه مع هذه وقطع لي الكبده وعطني البصل يلا 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 شوف قدرون هذا اي صغير قطع صغير قطع صغير بسم الله معك لصق جروح عشان اذا قطعت يدي لا ان شاء الله ما انقطع انا يسموني كيف 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 والله أعجبك يا خالد بس والله أعجبك مضبوط تقطيع الشيفات الله أو ما يسمونهم شيفات هذه معناها تقطيع الطهات يقول في بالي أبيات بس خلني أخلص أقطع يصدق ما على الطاري سمعنا شيء إيه بس خلني أخلص أقطع عشان أطلع لك الكلمات من ال ايه تذكرت علي البارقي علمني على في همثون حفظتها منه
اللي هي لون من الالوان الجنوبيه. سمعني اتوقع طرق شهري اذا ما خاب ظني. المهم انه شيء لطيف جدا. يا لا 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 يا لا لا كانت ايام كان ماضي وكانت ذكريات وكانت ايام اكبر هيضت عبرتي حتى عيوني سالمها الله الله يا لا 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 يا لا لا واقسم يمين حط كفاه بكفي صاحبي واقسم يمين ان حبه من عمق الفؤاد وصافيني يا لا 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 يا لا لا كانت ايام كان ماضي وكانت ذكريات وكانت ايام الله اكبر هيضت عبرتي حتى عيوني سالمه سلامتك يكفي هذا ولا زودك وشو ابغى البهارات سريع سريع يا اخي كنت بطلع لك ابيات كلمات وش تبي اسمعك وش تسمعني وش ودك اسمعك يقول لا دقيقة بتخلى الكلمات تفتح وعلى حساب ما مرني من تجارب الأولين وجهت نظر يجوز فيها الاتفاق والانقسام اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين بعض العرب ودك حدود المعرفة معهم سلام اصمت ولا تحرص على كثر الكلام الصمت زين اللي سكوته ستره يمكن يعريه الكلام واذا تكلم تحذر تكون اطول المتكلمين السالفه لا طولت يضعف معاها الاهتمام ومزح مزح ومزح ومزح باللسان أخيار مزح اليدين مزح الرجال العقلة على حدود الاحترام واضحك ولا تضحك برفع الصوت رفع الصوت شين من الأدب والذوق عند الضحك ضحك بابتسام وكرم ويبان الكرام واجد ولا يحتاج دين ترى الرجال كرمها ما هو بفي كثر الطعام الله أكبر واحلم ولا تعجل ولا تغضب ولا تشري بدين شاور ولو رايك معك لا شرط عادك الملام الى اخر الابيات عاد انها طويله لكن من اجمل 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 الابيات من بعد الغيبة رجعنا وجبنا كل الفرحة معنا كشتاثون تحييكم كشتاثون تحييكم كشتاثون في أصوات ما سمعناها عن الكشتة وما الكشتة حبيبنا
حياك الله وبياك. انت متلفلف اليوم. انا ليه شفتك حسيت بالدفى، ليه صارت لنا جمره ما شاء الله. ما شاء الله جمره مولعه. تسلم. بالهواء ولعت. انت وش لك في الكشته؟ وش طقوسك؟ وش انت مع الشباب اللي يقولون واحد بس اكرم ريالك؟ ها عادل اللي قام يتدفى. اكرم ريالك زين وخلهم يجون يزينون لك كل شيء، ولا اللي يقول لا انت اللي يدبر وزين وابدا من الصفر لنهايته؟ وش رايك؟ انا رايي في الكشتات خاصه انه التعب اللي فيها هو حلاوتها. يا سلام. يا سلام. الله عليك. خاصه طيب خاصه انها تذكر بالماضي الجميل، لانه نصب الخيمه والالوان هذه الحلوه الحمراء والزخرف اللي فيها تذكر بماضي رائع. وانا محب للماضي الجميل، العرب والاعراب والشعر العربي الفصيح، فاهتم بهذه الاشياء واحب الطلعات هذه، خاصه انه البر لحاله نعمه. نعم. وجود البرد هذا ايضا نعمه، فالدفى هذا عشان حفظ النعمه، نعمه الجسم ونعمه الصحه من البرد هذا اللي احنا متواجدين فيه. صحيح. ف طريت انتم شيء انه اللي يطلع في البر وتجي نفسه ثقيله كذا وشغل السياره ومشي. صحيح. يكون مره يدور الشر يمشي. ايوه انا بنصب نفسي امير هذه امير الطلعه اللي هو اللي فيها الشخص اللي زعل هذا. جميل جميل. احنا ادرى بالشخص اللي ما يتحمل الاجواء هذه. نفسيات. حلو. فاما انه ما نجيبه. ايوه. او انه نربطه في مكان. يعني قصدك تربطه بشغل الامير شرس. الله لا يولي. لا يعني الله لا يولي. انت اصلا سبحان الله كلهم لابسين ثياب. ايه. وانا قلت قبل ايه. يعني ايه هو اللي خالف تعرف. عند الرحمن لا واحده واحده وشوش ترى. أيوة. ما اعرف انا زين. عندك كراتيه الرجال وجمبازي وكل شيء. لا اجل مشينا مشينا خلينا نكمل. هذا ربطوه قبل كذا. هذا ابو ديه ربطوه قبل كذا. اشاعه اشاعه اشاعه. عادي امسك الله يرحم والديك. اول ما يتحرك بصب عليه. انا سبحان الله كل الشباب اللي يلبس قلت اللي يلبس وتدفوا الا هو. حتى اللي جنبي اللي منها البس الا هو قال لا انا عادي ما في اي. لان اشعر بالجو البارد. جميل. لا لا ما شاء الله عليه. طيب خلونا بسالكم سؤال ثاني لو الاخير. ذكرني باسمك. صوت صوت ابراهيم. حسن. حسن. لا اللي جنبك. ابراهيم. ابراهيم بسالك سؤال عجل بسيط. تفضل ابراهيم. انت اهم ثلاث صفات في اللي تروح معهم للكشتات وش هي؟ أما أروح كشتات. وشي؟ ما تروح كشتات؟ يا رب الله يريحك. أبو عبد الرحمن. لبيه سم. الله يلبيك. أنا ودي يعني كذا في ناس تتمنى تطلع البر، ولكن أنا لو قلت لك وش السبب اللي ما يخليها تروح يمكن الكل ينصدم. عجيب. ما يعرف يطبخ ولا لا قهوة ولا شاهي ولا دي ولا دي. المشكلة يبغون أحد إني. طيب قالها صالح. قال في ناس يجي في وادي حنيفة في مجموعة سعوديين ومجموعة حتى وافدين يعطيهم العافية. يشبون لك الحطب ويفرشون لك الفرشة ويحطون لك لمبات كذا صغيرة عليها. الساعة بعشرين ريال تقعد ثلاث ساعات، هذه ستين ريال ريحوك من غثى بقعة كله. كل ما يطبخون. لبه الله يلبيك. يطبخون؟ لا 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 انت عاد الطبخ تتصل عليهم. لا 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 انت لو قلت لها انا اعرف اطبخ بس انا السؤال اسألكم يعني هل لا 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 اطلع فوق السطح يجهزون لك المكان. له حسن وش يقول؟ يقول في ناس ودها تطلع بس ما تعرف تدبر هالامور كلها. فالشغل اللي قاله صالح بعضكم يعني كانه ما وافق عليه. انا عارف ناس يدورون اللي ربع صالح. كلام صالح في عين الصواب. وانا في ناس يدورون يعني اللي عنده مثلا بنات واجد او اللي عنده مثلا شباب ما تعودوا على الطلعه. ترى السوالي فينا متعودين ما شاء الله، لكن ليه جاء وقت الجد جد حتى بعض الامهات. وهذا يعني توجيه للشباب يعني ارفقوا لاهلكم خلكم حولهم. يعني شينا تلقى مخيم كامل مثلا في حوض 16 حرمه وحرمه كبيره وغيره ما عندهم الا ولد ولا ابوهم حتى صغيرين كل الشباب يتنحشون عنهم فيضطرون انهم فعلا يجيهم واحد يسنع شغلهم كله. في احد ما شاء تفضل معنا. على كلام الشباب انا من النوع اللي الصراحه مالي في البران كثير. لا يا شيخ احب اطلع كذا. والله مو على شكلك. لا يعني احب اطلع مع الشباب بس ما اعرف امسك مثلا والله تقول لي طبخ ما طبخ. فمره طلعت دخلني كذا مع نفسي يعني احاول ايش اعيش جو البر. ايوه
بالحالك طالع ولا معك احد؟ بالحالي الحالي ما راح اي والله يسكنوا مساكنهم فطالع والسياره قلت بدخل كمان جوا في الطعوس وسيارتي صغيره و ما مداني ادخل لي 10 20 متر الا غرست متر مو كيلو اي والله ما مداني ادخل شوي يعني الا حتى عند راس الشارع يعني واغرز انت اللي غرست ولا السياره؟ سنتين ونضحك يعني الله يسلمك ولا كملت المهم مو بس ما كملت الحين جوالي طفى الله وانا على وجه المغرب ولا الصدق ما نعرف يعني ما اول مره يجينا زي ذا الموقف ولا اعرف يمدحون مويه الريديتر اللي قضى المويه ايوه هذه هي بدينا نفكر الحين في ما بعد جلست لي والله ابو ساعه ساعتين ثلاثه كذا شو تسوي ساعه ثلاث ساعات؟ اي والله لحالي لين خلاص ما في احد ولا احد ولا في احد حولي يا ربي لين جاء والله شوي شايب سم ثبتت انك ما تطلع مره هذا الكلام فانا قاعد افكر بعدين الحين ايش بيصير حلو الا شوي جانا شايب ايش فيك الله انت جابك الله من السماء يا شيخ انا واقول له السالفه قلت له والله انا بيني وبينك جاي قال انت جاي لحد يعني ولا قلت لا والله جاي لحالي وبكشت وقلت بالصدق يعني كذا جوي اني ابغى اعيش لحالي بشوف ايش الوضع لعله غسل شراعي اول شيء الشايب يعني استلم لعله استاهل ايوه ويوم طلع الموتر طبعا يوم جاي بيفك السياره وذا هو ما اشتغل ابدا قال لي انزل حفر كذا واسحب هذه اي لا يا تربيه ولا تدخل اي والله اعطاني تقريبا دوره كذا ساعه ساعه ونص في الدخول للاماكن هذه وفي بس حتى بعد الدوره هذه بطلت اجي لحالي خلاص ما خلاص كانت دوره تخرج اي والله ما هي كانت دوره تدريب اتوقع الكلام ذا من سنين بعدها توني جاي الحين في حبيبنا عنده ايش عندك يا حبيبنا ابو انا لا ابو عبد الرحمن لبه الجلسه هذي وشبت الضوء طرا لي خمسه ابيات ما شاء الله قبل تقريبا سنتين في برنامج همثون انا والحريري والحميداني الحين جالسين على الضوء ما شاء الله بما ان الموضوع حول البر والكشتات يقول ما نقدر نقصر من العمر ونطول أعمارنا تسبق البرق على الدزة دزة خلوا القدم في بقاع الأرض تتجول داووا أنفوس من الضيقات من كزة كزة والحزة اللي تخلي همك يحول قل يا هلا ورح بو برقشة من حزة ودك بروض من الأمزان متفول مع خوي يعزك مثل ما تعزه أنا أشهد وكيف يروك من فنجالها الأول من دلة ما تعرف الفرن والجزة تطبخ على عود سمر جمره يهول من شرب فنجالها موده يهزه سلامتك انت سالم ما شاء الله طيب ان عندنا من مناطق مختلفه ودنا نبدا كذا بالدور بنبدا بك عادل من اي منطقه وش هي المنطقه اللي في ديرتك يخيمون فيها واذا عندك كلمه كلمتين على الكشتات مرتو واحده ما دام الميكروفون عندك ثم اللي بعده واللي بعده على طريقه هكذا. انا بالنسبه لي ما عمري رحت بعيد انا ابعد نقطه تنهات ولا الطخرين هي الديار حقت الكشتات انا بس هنا قريب حول نعيدها شوي شوي تعطي وصف لها دقيق بس انا اقول هنا شمال الرياض ورا تمامه تنهات ولا في الطخرين دون خريم رماح. وين طريقها معه طريق رماح خريم دون رماح يعني تمسك خط الدمام ثم يجيك مخرج رماح تطلع له يمين شمال شرق تمشي تقريبا حدود 80 كيلو 80 كيلو يجيك تلقى لوحة موجودة عندك ايه تنزلها على طول اي نعم والزين لين جت في وجهك تنزل على اليمين تراها اريح واسلك اللي سيارته صغيره ويسار النفود لبه واذا رحت يسار تلقى نفود وراها جي. الله الله ولو بتلته شوي عند غيلانه لقيتها بعد ازين وازين على طول بدون الصبات على طول لا لا بس انا ابي اللي توصل له الدوره يعني يعطينا وصف دقيق لان الناس مو بكل اللي يعرف من المحلات الثانيه التنهات وين دربها معه والله بخير الحمد لله شفته توهق طيب حديقه الفوطه حديقة لا سلام ما يعرف لا البجيري ما مرقيتها لا 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 هنا هنا اسمها التنهات هنا طريق الثمامه ايوه ابتل روح شمال طيب لين تعدى خزام وتعدى النفود يجيك مفرق يمين التنهات يمين ايوه بعد الكوبري قبل ما عند الكوبري تروح يمين تطلع شرق تمشي تقريبا 15 كيلو يجيك دوار تروح مع يسار تنزل التنهات الله الله جميل ممتاز احسنت ولا مو احسنت لا احسنت كلمه كذا في الكشتات على طول صقعه كذا جمله يعني من ثلاث كلمات اربع كلمات بساطه اخوه وسيعه صدر الله بس الله 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 الله, الله. والله يا عيني يا عيني دايما بالصداره
كشتثون تحييكم، كشتثون تحييكم، كشتثون.